أعلنت وزارة الصحة عن ارتفاع العدد الإجمالي للحالات المصابة بفيروس كورونا كوفيد-19 إلى 33 حالة في المملكة بعد تسجيل 7 حالات جديدة مصابة بالفيروس، مشيرة إلى أن الحالات تم اكتشافها قبل دخولها مملكة البحرين، وهي لمواطنات قادمات عن طريق رحلات جوية غير مباشرة من إيران عبر مطار البحرين الدولي، حيث أجريت لهن الفحوصات اللازمة فور وصولهن إلى مطار البحرين الدولي في القاعة المخصصة لذلك، وتم وضعهن بالحجر الصحي الاحترازي. تابعت الوزارة أنه فور الاشتباه بإصابتهن بالفيروس تم اتخاذ الإجراءات الصحية اللازمة، وأظهرت نتائج التحاليل المخبرية إصابتهن بالفيروس، وعلى إثرها تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لنقلهن فورا إلى مركز إبراهيم خليل كانو الصحي بمنطقة السلمانية لتلقي العلاج والرعاية اللازمة. وأوضحت وزارة الصحة أن إحدى الحالات هي لمواطن قادم أيضا من إيران، وقد وصل إلى البلاد قبل إعلان إيران انتشار فيروس الكورونا كوفيد-19 في مدنها، وقد قام بالاتصال بالرقم المخصص 444 فور شعوره بالأعراض المرتبطة بفيروس الكورونا، وتم نقله بالإسعاف المخصص لمثل هذه الحالات واتباع الإجراءات المعمول بها لعزله ومتابعة علاجه والقيام بعزل وفحص المخالطين له في المراكز المخصصة لذلك. تهيب الوزارة بجميع المواطنين والمقيمين القادمين من إيران أو من قام بزيارتها في الشهر الجاري بضرورة الاتصال على الرقم 444 لجدولة موعدا للفحص، حيث أنهم قد يشكلون مصدرا لانتشار الفيروس بين عائلاتهم والمجتمع، منوهة بأهمية التزام الجميع بتطبيق كافة الإرشادات والتعليمات الصادرة عنها لضمان سلامة الجميع. وأشادت وزارة الصحة بالوعي الذي أبداه المواطنون والمقيمون باتباعهم الإرشادات والإعلانات التي تصدرها الحملة الوطنية لمكافحة فيروس كورونا كوفيد-19، وتواصلهم الدائم مع الجهات الرسمية للاستفسار حول كافة ما يتعلق بالفيروس.